بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم في الويبينار الأسبوعي كل يوم اثنين. أنا قبل ما أبتدي بس هظبط السيتنجز. أخبار حضراتكم إيه؟ لعلكم تكونوا بصحة وسعادة. يوم الاثنين اللي فات ما قدرتش إن أنا أعمل الويبينار لظروف يعني قاهرية، ظروف قاهرة، والنهاردة كمان كان صعب إن إحنا نكون مع بعض، لكن أنا يعني اجتهدت إن إحنا نعمل أي حاجة، يعني لازم نكون متواجدين يوم الاثنين ده بأي شكل، يعني لازم تكون في تجمع علمي ولازم تكون في محاضرة. فأهلا بك يا دكتورة حنان، ازيك؟ لعلك بخير يا رب. هنتكلم، احنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن الباثولوجي الفترة اللي فاتت وعملنا حلقات درماتوباثولوجي وحاولنا نسهل المواضيع، واحنا هنكمل ان شاء الله في درماتوباثولوجي، لكن حبيت أفصل بحاجة ثيرابيوتيك. لازم كل شوية ننوع لأن واضح إن الناس كمان بتمل شوية، فكتير مني طلبوا مني ثيرابيوتيكس، وكان عندي محاضرة قريب جدا كان توك يعني عن الهير ثيرابيوتيكس والعلاج اللي بنعمله في حالات الهير وفي حالات الألوبيشيز، فقلت والله يعني هي فرصة إن إحنا نتكلم على الموضوع ده النهاردة. هو موضوع هام جداً، Drugs Promoting Hair Growth. فمبدئياً إيه رأي حضراتكم في التوبيك ده؟ النهاردة إحنا هنركز على حاجة ثيرابيوتيك، ونستكمل من الأسبوع القادم إن شاء الله الدرماتوباثولوجي علشان نكمل سلسلة الدرماتوباثولوجي. بيجيلنا كل يوم حالات شعر، حالات هير، ما بين حالات أندروجينيتك ألوبيشيا اللي باي ذا واي حالاتها يعني كترت جدا جدا جدا، وده بسبب ان الوسائل التشخيصية بتاعتنا بدأت تبقى في ايدينا كل يوم. كمان هنتكلم هل نعالج ازاي الحالات دي. التشخيص احنا بنقتله بحثا في كل محاضراتنا عن الهير، وخلي بالك لازم تعمل الهير بول تيست، ولازم نعمل الهير بلاك تيست، ونعمل الترايكوجرام، ولو قدرت تعمل وطبعا الدرموسكوبي او الترايكوسكوبي، ولو قدرت تعمل الباثولوجي، وازاي تعمل الباثولوجي من الاسكالب والبانش يبقى حجمه قد ايه، وتعمل لونجيتيودينال سيكشن ولا فيرتيكال سيكشن، وامتى تعمل vertical section أو تقول للتكنيشن قطع بالطول، وإمتى تقول للتكنيشن قطع بالعرض. تكلمنا في الحاجات دي كتير، وهنتكلم عن ده تاني إن شاء الله في revision course بتاع جمعية الديرما بلانت. إن شاء الله اللي هيكون في 7 أكتوبر وهيكون في 14 أكتوبر، يومين ويومين، هنتناول ده بالتفصيل الجيد يعني. لكن نعالج إزاي؟ إيه الأدوات العلاجية؟ يعني في ناس كتير تقول لك طب ما احنا مينوكسيديل يا دكتور، وبعد المينوكسيديل ايه المتاح نستخدمه، وهل يا ترى هيكون بنفس كفاءة المينوكسيديل، وهل اقدر استخدم المينوكسيديل في كل الامراض؟ ده اللي هنتناوله النهاردة، وهنقول لكم على تركيبات عبقرية وإيفيدنس بيست ساينس علشان يبقى عندك وسائل علاجية قوية جدا لحالات حتى مستعصية أو حالات نقدر نقول صعبة شوية. يا ترى الصوت واضح يا جماعة؟ لعله خير إن شاء الله. Drugs promoting hair growth. طيب دي الأجندة بتاعتنا النهاردة. هنتكلم بشكل عام عن العلاجات دي، وايه هي السبيكترم بتاعه العلاجات اللي ممكن نستخدمها في الهير جروث، وهنحاول نتكلم عن الميكانيزم اوف اكشنز بتاعتها، وهناخدها كده دراج باي دراج ابروتش. وهكلمكم النهارده على شويه حاجات ممكن تكون البلاك هورس، يعني حاجات نيو كامرز،
حالات أعتقد اعتقادي أنا من خلال خبرتي المحدودة جدا في العلاجات إن الحاجات دي هتاخد الأبر هاند في السنوات القليلة القادمة. لما يسلط عليها الاهتمام التصنيعي واهتمام شركات الأدوية هتاخد الأبر هاند في السنوات القادمة إن شاء الله. طيب معلومات عامة كده. Drugs promoting hair growth can be found in different families of drugs. عندنا مجموعات علاجية كثيرة قد تؤدي إلى تحسن واضح وملموس في نمو الشعر. أنا شخصياً وأنا بعمل المحاضرة دي قلت هقسمهم لحاجتين، والحاجتين ده اللي هو level of evidence، يعني الـ classification هيبقى according to level of evidence. هنا FDA approved و other drugs without FDA approved، يعني في حاجات واخدة موافقة الـ FDA وحاجات لا، بس بتجيب نتائج. مش معنى إنها مش واخدة الـ FDA approval معناها إن هي ملهاش قيمة أو ملهاش level of evidence قوي. لا، ده أحياناً بيكون الـ level of evidence بتاعها عالي بس ما كملتش الـ FDA approval system. طيب الـ FDA approved هما حاجتين، مينوكسديل والفيناسترايد، هما دول العقارين أو الدوايين اللي واخدين موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية في علاج تحديداً الحالات الوراثية تحديداً. هل في عقار تاني واخد الـ FDA approval؟ حد فيكم يقدر يذكره لنا؟ مفيش غير المينوكس ديل والفيناسترايد. طب في حاجة تانية واخدة FDA approval؟ يس، بس مش عقار، اللي هو low level laser therapy، اللي هو الليزر كاب، وده واخد الـ FDA approval as a procedure for treatment of androgenetic alopecia. الـ in-label use بتاع الحاجات دي هو بيكون دايماً في الـ androgenetic alopecia زي ما الـ FDA الأمريكية بتقول، لكن إحنا بنستخدم المينوكسديل for example في الألوبيشيا، في الـ androgenetic alopecia بس؟ لا، ده إحنا بنستخدمه في حالات كتير جداً جداً، من ضمنها الكرونيك تيلوجين افلوفيان، من ضمنها الالوبيشيا ارياتا، من ضمنها الفايبروزنج الالوبيشيز، ودي من الحاجات الجديده او السيكاتريشيال الالوبيشيا بالذات لو شخصتها ايرلي بنديلها برضو مينوكسيديل، لان المينوكسيديل ريسنتلي له انتي فايبروتيك دراجز بروبرتيز عفوا، فبالتالي الاوف ليبل يوز لاستخدام المينوكسيديل واسع وكبير. لكن بص كده على الليسته دي، وهذا هو بيت القصيد النهاردة. أنا النهاردة مش جاي أتكلم على المينوكسديل لأنه معروف خلاص المينوكسديل هو أبونا يعني، ونحن أبناء الأوفياء، فأكيد أنا النهاردة مش هاجي أتكلم على المينوكسديل، وده مش السكوب بتاع المحاضرة. لكن بص للليستة دي، شوف لما أكلمك على حاجة زي السايكلوسبورين، لما أكلمك على حاجة زي البيماتوبروست، لما أكلمك على حاجة زي الدايازوكسايد، قد يتبادر إلى ذهنك إن دي أدوية كتيرة جداً وبنستخدمها سيستمك أحياناً، والسايد إفكت بتاعها هو الهايبرترايكوزس. حضرتك متخيل يعني هو الأدوية دي as a side effect بتعمل لي إيه؟ هايبرترايكوزس. كل الأدوية دي بتعمل هايبرترايكوزس، فعلشان كده ده كلمة السر، يمكن هي دي النقطة اللي قد تلفت الانتباه للأدوية دي ومدى قدرتها على إحداث فارق في علاج حالات كتيرة من الألوبيشيس. طبعاً الكلام ده صعب تلاقيه في الكتب، هو تجميعة كتب، مفيش كتاب بيعرض هذا الشكل وهذا المضمون، هي تجميعة. طيب واحدة واحدة، عادةً الأدوية ديت والسايد إفكت بتاعها اللي من خلاله ممكن يلفت نظرنا وانتباهنا إنها ممكن تعالج حالات شعر، يا إما إن يبقى فيه هايبرترايكوزس as a side effect، يا إما هيرشوتيزم. والهيرشوتيزم بيبقى في الحالات أو في الأدوية اللي واخدة الممكن زي الكورتيزون على سبيل المثال،
او زي بعض البروجستند او بعض الاندروجينز عموما، كل ده لو اخذته كسيستميك تريتمنت ممكن يبقى السايد افكت بتاعه الهرشوتيزم. لكن في ادويه كتيره جدا لما بنيجي ناخدها يقول لك السايد افكت بتاعه هو الهايبرترايكوزس. فدي الميكانيزمين الكبار جدا. وطبعا احنا لازم نبقى فاهمين يعني ايه هرشوتيزم ويعني ايه هايبرترايكوزس. لازم كل واحد مره يشخبط، فلازم نعمل الديسابيليتي الاول ونحاول نمسح الشخبطه كالعاده. تالي لو ما عملتش كده مره في ويبينار صلح حاجه. احنا اكيد فاهمين الفرق بينهم. الهيرشوتيزم ده معناه presence of terminal dark hair في الاندروجين ديبندنت سايتس، الحاجات اللي هي معتمده على الاندروجينز زي الماوستش وزي البيرد وزي السنتر لاين بتاع الشيست والانر ثايدز اوف سايز، وكل دي كل دي اماكن معتمده على الاندروجينز. فاذا ظهر فيها تيرمينال هير وبشكل مفاجئ او بشكل جديد يبقى الحاله دي هيرشوتيزم، وهبدا اصنفها كهيرشوتيزم واتعامل معاها واقول بقى هل ده ايديوباثيك ولا هل ده هرمونال ولا هل ده دراج انديوزد ولا ولا ولا. والدراج انديوزد الاكزامبلز بتاعتها اهو، اللي هو الدنازول التستوستيرون، ودي حصلت معايا انا شخصيا، انه كان احد المشاهير يعني دي كانت مريضة عندي وكانت يعني احدى المشاهير يعني، ولا الشهيرات ولا ايه التجميع الانثوي بتاعها، جمع مؤنث سالم. الفنانة دي جات في العيادة وتخيل مشكلتها ايه؟ تخيل مشكلتها الهرشوتيزم. فاول ما انا شفتها، طيب تعالي ناخد هيستوري، انت بتعملي ايه في دنيتك؟ الدنيا عامله ايه؟ من ستيرول سايكل اخبارها ايه؟ احيانا الهيستوري ما بيبقاش دقيق، يعني المينستيرول هيستوري تحديدا كويس، ويتضح في الاخر ان في ناس ما بيحسبوش المينستريشن وهو بيديك فولس داتا. انا لاحظت في المريضه ان صوتها، نبره صوتها متغيره شويه، قلت يمكن من الجماعه المشاهير بيصحوا متاخر ولا حاجه، شوف تفكير انا ولا الله اعلم بحالهم. لكن لاحظت ان الصوت تخين، فبدات استرس على الهيستوري. لا، ايه اللي عملتيه في اخر سنه من حياتك، في اخر 6 شهور، في اخر 3 شهور؟ فاتضح ان الممثله الشهيره دي قالت لي ابدا يا دكتور، والله ده انا بدات انزل الجيم وبدات اروح اخد كورسات رياضه علشان انا عايزه اظبط وزني واظبط الفيجر بتاعي وعلشان بعض الادوار و و و و واذ بدات اعرف ان هي بتاخد، وكل ده من الهيستوري، بتبدا تاخد انجكشنز علشان المسل بالكينج. ف والكلام ده لواحده بنت، انت متخيل يعني الموضوع تعدى مرحله الذكور، وان احنا دايما نعرف ان الذكور بياخدوا انجكشنز، الناس اللي هم مجانين الرياضه دول، تعدى ووصل للإناث. طب ايه الانجكشنز اللي انت بتاخديها؟ لا ده انا ما اعرفش، ده الترينر بتاعي او المدرب بتاعي هو اللي بيجيبها بمعرفته. فطبعا حطيت الامر يعني اندر مايكروسكوب وبدات ابحث معاها، فاتضح انها كانت بتاخد اندروجينز، وعمل لها هيرشوتيزم، وعمل لها هيرفول، وعمل لها تغيرات كبيره جدا. ويعني لولا ستر الله ان احنا اكتشفنا ده بدري، فبدات خلاص ننبهها وما تاخديش الادويه دي تاني لانها عامله سايد افكت. فالهيرشوتيزم، والنبي ما تنساش الانابوليك ستيرويدز، بالذات في الفيميلز اللي نازلين جيم جديد وما لهمش خبرات او ثقافات طبيه كويس. الهايبرترايكوزس، ادويه كتيره جدا ممكن تعملها وعلى راسها السايكلوسبورين. انا لسه قايله ومهتم بيه، ولان هستعين بيه في العلاج كمان شويه. فالمحاضره دي مهمه يا جماعه، لان فيها حاجات انوفيتيف، يعني فيها حاجات انوفيتيف ممكن تساعدك في شغلك في العياده. يعني المحاضره دي كده محاضره عيادات، بالذات الحالات الريسيستنت، بالذات في الالوبيشيا ارياتا زي ما هنتكلم دلوقتي. الصوت واضح، في ناس بتشتكي من الصوت يا جماعه، لعله خير. طيب
ده على مستوى الموليكولر بيولوجي، ايه الحاجات اللي بتستيميليت الهير جروث وايه الحاجات اللي ممكن تعمل له انهبيشن. الحاجات الاستيميليتر للهير جروث زي الانسولين لايك جروث فاكتورز، الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، الابيديرمال جروث فاكتورز وهكذا. وخلي بالك من البروستاجلاندين اي واف. وخلي بالك انا لما باجي اعمل محاضره دايما دايما بحذر من حاجتين، بقول لك اوعى العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. خلي بالك من دول. يعني ساعات في ناس يستهويها جدا الموليكولر بيولوجي ويبدا يقرا ويتمحص ويتفحص، وده كلام جميل ومحترم، لكن هو كل معلومه لازم يبقى ليها اون كلينيكال باك جراوند ابلايد رول، حاجه تطبيقيه على العيان. وانا هستفاد ايه لما اقعد ازعج دماغك بالحاجات دي؟ هستفاد بميكانيزمات الادويه اللي هنتكلم فيها دلوقتي. وخلي بالك الانهبيتورز او الانهبيشن، وده ممكن يعمل هير جروث زي الفايف الفا ريدكتيز والداي هيدرو تستوستيرون والحاجات دي، لو عملت لها انهبيشن هيبدا تدي فرصه للشعر ينمو. فانت هنا هتبدا تفكر في ميكانيزمات الادويه اللي هنتكلم فيها، دراج باي دراج ابروتش. افتكروا المحاضره دي محاضره يعني شغل عيادات. المينوكسيديل، نادين احمد رفعت ايديها. طب اتفضلي يا دكتور نادين لو عندك سؤال. حد عنده سؤال فيما سبق؟ طيب هو كل اللي فات ده مقدمه انترودكشن، التقيل ورا، وجهز ورقه وقلم واكتب اللي هيتقال على الشاشه، اللي هيتقال اكتبه، قد تستعين بيه في شغلك في العياده، قد تستعين بيه في حالات مهمه جدا. انميوت من فضلك يا دكتور. نو اي ويل نوت دو، علشان بيحصل لغط ولخبطه. ووش على الفيديو بعدين لما نرفع على اليوتيوب الناس ما بتستفادش حاجه. اكتبي لو عندك سؤال. طيب المينوكسيديل، انا مش هتكلم النهارده على المينوكسيديل بس لازم اذكره. هو المينوكسيديل ده ابونا. يعني اللي لما بيجي لي مندوب شركه دواء ويقول يا دكتور ده المينوكسيديل الدواء بتاعنا ده احسن من المينوكسيديل، بهين عليا اقوم اخنقه واللطمه في زمره رقبته. المينوكسيديل ما حدش يغلط فيه. المينوكسيديل احنا الميكانيزم اوف مينوكسيديل نوت فولي اندرستود تيل ناو. ولو تعرفوا الهيستوري بتاع المينوكسيديل ان هو في بدايه وكان بقى في الابحاث بتاعته في البدايه انه كان بيستخدم للسكين كانسر، وبعدين لقوا قدره غير عاديه على التوبيكال فورمولا بتاعته في علاج السكين ألسرز والهيلينج. وعلى فكره في بعض الدكتورز تيل ناو بيستخدموا المينوكسيديل علشان يعالجوا الريسيستنت ألسر. وبعدين اكتشفوه وخصائصه حته الفازو دايلاتيشن انه يعالجوا بيه الهايبرتنسيف، واخيرا انه يتعمل توبيكال فورمولا في حالات الالوبيشيس. فبالتالي المينوكسيديل ده حاجه وهميه، ده حاجه جميله جدا. طيب انا دوري النهارده مش هتكلم على المينوكسيديل بس نسمع الفيديو ده، لان في ناس حتى الان لما بيكتب المينوكسيديل للمريض ما بيعرفش يقول له استخدم المينوكسيديل ازاي. يا جماعه استخدام المينوكسيديل ده مهم تكون عارفه كدكتور، لانها انستراكشنز هتتطور للمريض، انت هتقولها للمريض. يعني المريض يجي يقول لك يعني احطه بعد ما استحمى؟ طب يجي مريض بيحب الصلاه قوي يقول لك طب ما انا حطيته وعايز اتوضى بعد امتى؟ طب احطه مع دواء تاني؟ طب لو حطيته وعمل لي قشره هتصرف ازاي؟ كل دي حاجات مهمه في المينوكسيديل. فخلوني اشغل لكم فيديو ظريف كده جميل في المحاضره وبعدين نتكلم. How to apply three easy steps. Step one, part hair. Part your hair, exposing scalp where you're losing hair. Step two, dispense 1 milliliter. Follow the instructions for using the dropper applicator and apply 1 milliliter directly onto the scalp in the hair loss area. Step three, spread evenly. Spread the liquid evenly over the hair loss area. If you use your fingers, wash hands with soap and water immediately. Do this twice a day,
once in the morning and once at night. جميل قوي الفيديو ده. طبعا ما ننساش اخونا العزيز الفاضل دكتور ماجد شيخ, الراجل اللي بدأ يعمل فيديوز وانيميشنز وكرتون في الجلدية. اول ما عمل الحاجات دي هوجم وبشدة في الحقيقة, وفي ناس هجمته جدا وايه ده وازاي, لكن تبسيط العلم والقدرة على تبسيط العلم على 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 هيئة رسوم متحركة على فكرة حاجة ليها أهميتها والله. يعني ممكن في البداية يبقى الموضوع للناس مش مستساغ, لكن لا, هو قدرة تبسيط المعلومة على حاجات صغيرة بالشكل ظريف دي هي ملكة من عند الله, وسبحان الله يعني لا يعطيها إلا لمن يستحق. يعني في ناس شاطرة قوي تقدر تبسط المعلومة, ودي بتبقى ملكة وفضل من عند ربنا. الانيميشن الجميل اللي أنا عرضته ده هو بيقول لك إزاي تستخدم المينوكس ديل. ساعات بنكتب البخاخات, طبعا مينوكس ديل موجود في السوق المصري كله بخاخات. أنا بقول المريض هتجيب البخاخة فوقها كده ترميها ملكش علاقة بيها, وبعدين تجيب القطارة. القطارة من أي دواء قديم, أو تجيب سرنجة 3 سنتي بتاعت أطفال وتسحب 1 ملي وتستخدمه زي القطارة. يبقى فكرة استخدام المينوكسيديل كرش هي مش مستساغة طبيا لا في الرجالة ولا في الستات, لأن توزيع المادة أحيانا بيكون فيه مشكلة, والرزاز بتاع الرش ده أحيانا بيجي هنا يعمل unwanted side effect, خصوصا في البيدياتريك population وفي الفيمينين cases أو الفيميلز أو الحكاية دي. فيبقى الأول هتستخدم applicator not puff. ثانيا الابليكيتور هيديك جرعة محترمة, هو 1 ml من المادة اللي هي 2% أو 5% كل 12 ساعة على حسب ده ميل ولا فيميل, سهلة. لكن البخاخ هو سجستيف, هو انت حطيت قد ايه من الملي الله اعلم, جايز تكون حطيت ملي, جايز تكون حطيت اكتر, وده مش مطلوب, ويبدا يعمل لك اوفر دراينس للهير, ويبدا يعمل اوفر دراينس في السكالب, ويعمل لك سكيلز وقشره, وانت في غنى عن هذا الامر. طيب المينوكسيديل فوم بيعادل الكميه دي, وده مرسومه على العلبه بتاعته اللي انا بتكلم طبعا على الحاجه البراند الأصل بتاعه, الناس اللي اخترعت الفوم, بتحط الـ 1 ml وتبدأ تعمل جنتل مساج, وبعدين تغسل بالذات لو هي فيميل عشان لو عملت كده أو حتى ما يزودش الشعر في الفالنجيز. طيب يجي المريض يقول لك يا دكتور أنا بالذات الفيميل, أنت هتحطيني الصبح وبالليل. أنا شخصيا لو حالة فيميل باترن هير لوس بكتب المينوكسيديل 5% once per day, ما عدتش بكتب 2%, لسبب واحد ويتيم وهو الكومبلاينس. البيشنت المصري والعربي عموما معروف بالباد كومبلاينس, فانت هتديله مينوكسيديل صبح وليل, هيحط الصبح مش هيحط بالليل. فلما تجيلك حالة فيميل باترن هير لوس اشتري مني واديلها 5% once per day, هيبقى النتاج افضل كثيرا. إلا إذا لو حصل لا قدر الله hypertrichosis as a side effect فتضطر تنزل الـ2%, لكن عادة ده ما بيحصلش لو المريضة استخدمت المينوكس ديل مظبوط. طب المينوكس ديل عمل لي قشرة يا دكتور, وبنتسئل ده كتير جدا أو بنسمع ده عفوا كتير جدا, هو يا إما المريض استخدم فورمة مينوكس ديل فيها بروبايلين جليكول ودي عملت له نوع من انواع الكونتاكت درماتيتس وده وارد, يا اما المريض عمل اوفر يوز وحط بخاخات كتير ورش كميات كبيره وده وارد, يا اما المريض عنده سيبوريك درماتيتس وحصل لها اكزاسيربيشن بالفورمات بتاعه المينوكسيديل. دول الثلاث احتمالات, يا كونتاكت درماتيتس, يا إما accentuation للسيبوريك درماتيتس, يا إما misuse أو بلاش misuse abuse للبرودكت. من الهيستوري والإكزامينيشن هتطلع حاجتين بره,
هتطلع حتة الأبيوز، طب أنت غبت العلبة خلصتها في قد إيه، طب وضعك إيه، وهتطلع الكونتاكت درماتايتس، لأن كونتاكت هتلاقي إريثيما وهتلاقي فيه إريتيشن وهتلاقي فيه سكيلز محترمة. يتبقى ليك السيبوريك درماتايتس، إنه بيبقى عندي حالات كده اسمها ساتل سيبوريك درماتايتس، يعني هو كده سيبوريك درماتايتس بالصدفة، ما عندوش الأوفرت ليجنز اللي في النوزليبيال ولا في الاي براوز ولا هنا ولا هنا، ما عندوش، يا دوبك هو بس يحط أي حاجة تعمله دراينس ممكن يظهر سيبوريك درماتايتس لايك ليجن. فده طبعا بالإكزامينيشن برضو بتعرفه، وبتبدأ تدايفرت، مش هتوقف المينوكس ديل، هتدايفرت على فورمة تانية زي الفوم، وهنا تبان أهمية تركيب الفوم. دي شوية تريكس كده سريعة عن المينوكس ديل، وقلنا how to apply والفيديو الجميل ده وهكذا. الفيناسترايد، الفيناسترايد كدواء هو ابروفد للمن، خلوا بالكم مش للومن، ده بتاعنا احنا كرجالة، رغم ان انا عمري ما كتبته في الحقيقة، علشان السيريس سايد افكت بتاعه انه بيؤثر على الليبيدو وعلى السكشوال فانكشن بتاعة المن، وفي نسبة يعني يقال ان هي اقل من 1%، لكن هو FDA approved شئنا ام ابينا، لكن استخدامه FDA approved في المن مش في الومن. لكن هل يا ترى بتكتبه فيناسترايد الومن؟ ده هنا السؤال. وهل هو إفكتيف؟ هنا السؤال. يعني أحب أسمع أراءكم على الشات، هل بتكتبوا فيناسترايد للوومن، وأنهي وومن تقدر تديلها الفيناسترايد، وأنهي جرعة برضو، لأن جرعة الفيناسترايد مش الخمسة دي خالص، إحنا بندي للراجل كام؟ 1 ميلي جرام، اللي هو 1 ميلي جرام بير تابلت. هند كمال، لا للأسف عمري ما كتبته. ألاء بتقول 1 ميلي جرام طبعا. ألاء جاسيم بتقول إذا كانت سنكل، سنكل هي تقصد سنجل يعني آنسة، يعني مش مرتبطة أو مش متزوجة. ماشي طيب، الإفيدنس بيزد ساينس عندي هنا، وكل البيبرز معظمها اشتغل على الكاتيجوري بتاع الستات اللي هو البوست مينوبوزل وومن، وفي بيبرز اشتغلت على 2.5 ميلي جرام بردي، وفي ناس اشتغلت على 5 ميلي جرام بردي. ما بنحبش أسماء تجارية يا دكتورة هبة، احنا بنكتب المادة الفعالة ايا كان اسم الشركة، بس في كل الأحوال احنا بندي 5 ميلي جرام في البوست منوبوزل وومن. هو السؤال اشمعنا البوست منوبوزل وومن؟ دايما الهرمونال تشينجز عندهم بتبقى مش قوية قوي زي البنات الصغيرين، فدواء زي الفيناسترايد نظريا أو ثيوريتيكالي ممكن يشتغل بشكل أفضل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل البيبرز اتعملت على الشريحة دي من المرضى علشان الإيثيكال ضايلنا، أنا ما أقدرش أدي فيناسترايد لوحدة في ميل تشايلد بيرينج بيريود، واحدة متزوجة، البتاع ده مشكلة. دواء ده FDA category X، يعني ما ينفعش ناخده، ده يمكن ألعن من الايزوتريتيناين، على الأقل الوش أوت بيريود بتاعت الايزوتريتيناين قد إيه؟ يعني الست قادرة أوقف لها الايزو واسمح لها بالحمل بعد قد إيه من الايزوتريتيناين؟ شهر واحد. طب ده ما فيش إجماع طبي عليه حتى الآن، طب متخيل؟ لا ما فيش إجماع عليه، يعني الناس اللي بتقولك شهر لأ، 3 شهور لأ، 6 شهور محدش عارف. معظم البيبرز بتتكلم من 3 شهور ل6 شهور خلاص، وأنا دايما بفضل ال6 شهور علشان دايما safety comes first. فبالتالي أنت متخيل واحدة في ميل أخذت قرص واحد من الدواء ده، هتحكم عليها لو هي متزوجة تقعد 6 شهور بعد القرص ده ما إلا لما تحمل. فده اللي مقلل فترة استخدامه في الفترة العمرية دي شوية، وإن كان ممكن بمحاذير، لكن البوست مينوبوزال وومن أكتر. طيب لو أنا في الفترة دي أستخدم إيه؟ أستخدم الأورال كونتراسيبتيف بيلز، بالذات اللي هي الإستردايول بيزد بيلز، أو بيسموها الكومبايند أورال كونتراسيبتيف بيلز، في الست اللي هي من 20 مثلا لحد 40 سنة،
لو متزوجة، ده يكون أفضل كخط علاجي. وطبعاً ارجعوا لمحاضرة على اليوتيوب اسمها Female Pattern Hair Loss و How to Manage Such Case، وعملت لكم روشتات لو جات لك المريضة قبل ما تتجوز، ولو جات لك المريضة وهي متجوزة، ولو جات لك المريضة مش بعد الجواز يعني، بعد اللي هي البوست منوبوزال وومن، ودي لها روشتة ودي لها روشتة ودي لها روشتة، ارجعوا لها على اليوتيوب موجودة. ده الفيناسترايد، وقلنا ان احنا لو هنستخدمه في الوومن بيبقى جرعة 5% 1 ميلي جرام. الدايفينايل سايكلوبروبينون، في حد اشتغل به؟ هذا الدواء عبقري، عبقري بمعنى الكلمة. كل اللي اشتغلوا به عارفين قد ايه اهميته، وقد احنا بندوخ عقبال ما نجيب الدايفينايل سايكلوبروبينون. ولو هنجيب 1 جرام واللي هو جرامه أحيانا أغلى من جرام الذهب، يعني العقار ده غالي جدا، بيجي كده حاجات صغيرة. الدايفينايل سايكلوبروبينون هو سينستايزنج ايجنت، بيعمل some sort of contact dermatitis like reaction علشان يدايفرت الاميونولوجيكال ريسبونس في التيشوز، وبالتالي أنا بستخدمه في حالات الألوبيشيا أرياتا تحديدا، الالوبيشيا توتاليس والالوبيشيا يونيفرساليس والحاجات الشديده دي او المالتي لوكيولارس. الدايفينايل سايكلوبروبينون بيبقى ميه، بنحلله في محلول زي الميه اللي قدامي بشربها دي، وبجيب زي قطنه او حاجه وبعمل مس للموضوع. طبعا هو طريقه استخدامه ليها فكره، انا بجيب الدايفينايل سايكلوبروبينون اجيب 2 جرام واحطهم على انبوبه مدرجه وأكمل distilled water لحد الـ 100، وبعدين أبدأ أحله في الكمية دي، يبقى أنا معايا 2%، عفواً في الأسيتون، أنا آسف مش في distilled water، يبقى أنا بجيب إزازة مدرجة أحط فيها الـ 2 جرام، قارورة مدرجة وأصب الأسيتون لحد ما أوصل 100، كده بقى عندي محلول الـ 10%. ببدأ بعمل حاجة اسمها الـ initial sensitization، ببدأ أجيب حتة مساحة صغيرة وأعملها بالقطنة كده بالمحلول ده الـ 2%، ده اسمه sensitization، علشان أبدأ أحفز جهاز المناعة ضد هذا المولوكيول. وبعدين أخد من الـ 2% الإزازة اللي أنا عملتها دي الـ 2%، أخد منها كمية صغيرة وأحلها بالنسبة والتناسب، وأعمل محاليل تانية في أزايز تانية بتركيزات بسيطة قوي زي 1 من 1000، وبعدين أعمل 1 من 100، وبعدين أعمل 1 من 10، وبعدين أعمل 1%، يبقى عندي الأربع تركيزات دي، وأبدأ أمس للمريض من 1 من 1000، وأشوفه بعد 3 أيام، لو لقيت حصل رياكشن يبقى التركيز ده كفاية كده عليه وزي الفل، ما لقيتش حصل رياكشن أنقل على الواحد في المية، وبعدين أشوفه بعد 3 أيام حصل بكمل عليه، ما حصلش أبدأ على 1%، وهكذا لحد ما أشوف الرياكشن، وبعدين بعمله مرة كل أسبوع لحد ما الشعر يطلع. وعلى فكرة معظم الحالات اللي أنا اشتغلت بيها إلى حد كبير بيجيب نتائج جيدة جدا جدا جدا، مشكلته إيجاد المادة دي فيها صعوبة يعني إلى حد كبير، والناس مش بتعرف تشتغل بيه مع أنه سهل زي ما قلته لكم. تاني هعيد، احنا بنجيب 2 جرام نحطهم على ازازة مدرجة ونحط اسيتون لحد 100%، كده انت عندك 2%. انا بستخدم 2% مبدئيا مع العيان اللي هيجي الاول مرة عشان اعمل حاجة اسمها contact sensitization الاول، وبعد 3 أيام بيحصل الرجي طبعا في المكان اللي انت عملت فيه المس، تبدأ تستخدم محاليل مخففة من هذا العقار، مش هتستخدم 2% بقى خالص لانه ممكن يعمل irritation عنيف يعني، بنستخدم محاليل مخففة، باخد مثلا زي 10 وحدات من سرنجة أو يا سيدي 1 سنتي من المادة اللي انت حللتها، وأسحب عليها 9 سنتي كده، أنا حللته من أنا آسف باخد 1 سنتي وأسحب عليه 1 سنتي من الأسيتون كده، حولته من 2% ل1%، أقوم حاطط 1% ده في إزازة الأول، يبقى أنا عملت تركيز 1%، أخد من 1% 1 سنتي، وبعدين أسحب 9 سنتي أسيتون، يبقى أنا كده عملت تركيز كام؟ 1 من 10%، وحطهم في إزازة وأكتب عليها ده تركيز 1 من 10%،
بعدين اخد 1 سنتي من الواحد من 10 ده واسحب 9 سنتي اسيتون عليه، يبقى كده 1%، ومحطتهم في ازازه ثالثه واكتب. سهله رياضيات يعني. ويبقى انا عندي ازازه 2% عملت بيها الكونتاكت سنسيتيزيشن اول مره، وعندي ازازه بقى ايه 1 من 10 وواحد من 100 وواحد من 1000، وببتدي من اقلهم تركيزا لواحد من 1000 للمريض، وانا طالع على حسب الرياكشن. في ناس بترياكت مع 1 من 1000، وفي ناس بترياكت مع 1 من 100، 1 من 10، وهكذا. تعمل تحدد لمريضك ده اللي هو محمد ولا احمد ولا حسين هو رياكت مع ايه في النوتس بتاعته، واعمل له كل مره كل اسبوع جلسه. المحاضره دي محاضره عيادات، الناس اللي عندهم عيادات وشغالين، ومعظم الحالات الحمد لله بتستجيب يعني. السورالين التوبيكال بوفا وبنسمع عنه كتير، وكنا بنشتغل بيه كتير في الجامعه في حالات الام اف وحالات الريكالسيترنت سورايسز، واحيانا نستخدمه في الالوبيشيا ارياتا. دي بيبر اتكلمت، وبس للامانه البيبر دي كانت بتتكلم على الكومبايند افيكاسي بتاع السايكلوسبورين مع البوفا، ان العيان بيحط التوبيكال ميزوكسالان 20 دقيقه قبل ما يتعرض لليو في اي، وجاب نتيجه بشكل جيد جدا. فاذا ده ممكن يبقى حل ليك. السايكلوسبورين نفسه هو كخط علاجي احنا بنستخدمه سيستميك في حالات الايه الريسيستنت الوبيشيا ارياتا، وبيجيب نتائج حلوه قوي. لكن بص بقى للتركيبه دي، ممكن تكتبها اللي هي انا جايب لك الالكيمي او كيمياء، وفي صيادله بيركبوا التركيبات دي واحنا بنشتغل بيها احيانا في حالات الالوبيشيا ارياتا. 250 ملي جرام سايكلوسبورين، 80 ملي من الايزو بروبايل الكحول، 10 ملي بروبايلين جليكول، و15 ملي اكوا ديست، يتحط في محلول وبخاخه والعيان يحط توايس ديلي ويجيب نتيجه كويسه جدا. الهيدروكسيكلوروكين في كمان بيبر كلمت على الافيكاسي بتاعتها في حالات الوبيشيا يونيفرساليس. احنا كل يوم نكتشف المزيد في موضوع الانتي مالاريال ده، وفي الحقيقه بيبهرنا، فهو احد الخطوط العلاجيه. كمان الاسيتازولامايد، بيبر اتكلمت على الاسيتازولامايد، استخدموه في طفله كان عندها اوتيزم وديفلوبمنتال ديلي، وجاب نتائج مبهره. الاسيتازولامايد كعقار هو اصلا بازو دايليتور، وبيستخدم في حالات كتيره جدا من ضمنها البيناين انكريز اللي هو في الانتراكرينيال تنشن والحاجات اللي زي دي. طب اما واذ الاسيتازولامايد قد يكون له افكت على الهير؟ يس، وادي البيبر اهو، وفي ناس اشتغلت بيه برضه وكان بيجيب نتائج جيده. الدايزوكسايد وتركيبه الدايزوكسايد توبيكال 5% as a solution، الناس اللي اشتغلت بيه الدايزوكسايد وهو عقار برضو فازو دايليتور، ومش موجود في مصر على فكرة الدايزوكسايد ده، كانت تتعمل تركيبة، والتركيبة اهي جبتها لكم من غياهب الليتريتشر. وعلى فكرة التركيبة دي اتقتلت شوية، اتقتلت يعني. البيبر دي كانت في معهد الابحاث اللي في لاكوتوس، ده لاكوتوس توبول ريسيرش انستيتيوت اعتقد، ده في اسمها ايه دي اللي تحت اليونان دي، لم تخلني الذاكره، قبرص تالي تقريبا في قبرص. المهم معهد ابحاث عمل التركيبه دي، وعملوا بيبر سنه 86، حاجه قديمه جدا، ونتائجهم طلعوها مقاربه للمينوكسيديل 5%، وقال لك بس ده اللي هيقش المينوكسيديل. بعدين التركيبه دي اختفت ومحدش اتكلم عنها وراحت في طي النسيان. كان ليا بعض الزملاء الاجانب عملوها واشتغلوا بيها وقالوا انها جايبه نتائج حلوه، لكن في الحقيقه احنا محتاجين نعمل بيبرز على شغل زي ده. الجاك انهيبيترز طبعا
طبعا ده بقى يعني الكلام كتر عليه جدا، وكتر اكتر على سعره الغالي جدا. الجاك انهيبيتورز هم مش اف دي ابروفد للالوبيشيا ارياتا خالص، هي حاجات اف دي ابروفد للروماتويد، لكن بداوا يستخدموها اوف ليبل وبداوا يقولوا انه في نتائج رائعه. يمكن زملائنا في الكويت لهم خبره غير عاديه لانهم بيصرفوه للمرضى مجانا، لكن انا شخصيا ماليش خبره بيه، عمري ما كتبته، وغالي جدا ومش موجود حتى في مصر. أعتقد لما ينزل مصر بأسعار قليلة يعني نشوف، لكن هو طبعا من ضمن الحاجات المهمة. البيماتو بروست، ومن زمان دايما أبص للبروستاجلاندين أز تشابتر في كل حاجة نظرة احترام. وأنا بدرس فيسيولوجي أقول إيه البروستاجلاندينز العجيبة اللي بتعمل كل حاجة دي، وبعدين في الفارماكولوجي ياه على الوايد رينج اوف اكشنز اوف بروستاجلاندينز، والشيء وعكسه تماما. فلما كنت ادرس البروستاجلاندينز كانت تستهويني وما زالت، واعتقد ان الانواع دي من الادويه والعقارات وتطويرها هو النيو كامر الحقيقي في السنوات اللي جايه. اي دو بيليف ان ذس. بروستاجلاندينز اسمها جاي من البروستات، لأن هم اكتشفوها في السيمن، وكانوا معتقدين إن هي بتطلع من البروستات وبتنزل في السيمن السائل المنوي وبتتنقل عن طريق الفاجينا والسيرفكس وكده، فتعمل كونتراكشن أو كده هو في الميوكوزا بتاعت اليوترس، فتساعد على نقل السبرم لحد الفالوبيان تيوب. فعشان كده سموا المجموعة دي بروستاجلاندينز. على فكرة ده سبب التسمية لمن لا يعلم، هم سموها انهم اكتشفوها وقالوا دي طالعة من البروستا من البروستات. لكن هو اعتقد معظم البروستاجلاندينز اللي بتخون الذاكرة مش بتفرز من البروستات، وبتفرز من السيمينال فيزيكلز. فيعني ده يبين لك المزدومرز بتودينا فين في الطب، بس اتس بروستاجلاندينز. وفي حاجات كتيرة جدا 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 من ضمنها البيماتو بروست. البيماتو بروست واللاتانو بروست مسميين قريبين لبعض. اللاتانو بروست هو FDA approved في الألوبيشيا إرياتا في الآي براو والآي لاشز، والموضوع خلص بـ FDA approved. وأعتقد الاسم التجاري الأمريكي بتاعه اسمه اللاتاس، معمول على هيئة مسكرة كده، اللي احنا بنحاول نجيب جينيركس من الاي دروبس ونحطها ونعملها، ما علينا. بس ال FDA approved ان لم تخن الذاكره وراجعوا ورايا اسمه اللاتس او حاجه كده، وهو ده اللي معمول للاي الاي الالوبيشيا ارياتا اوف اي براوز والاي لاشز. لكن البيماتو بروست دي حدوته تانية. البيماتو بروست يمكن استخداماته كانت اكتر في الفترة اللي فاتت، والكونسرن عليه أكتر في موضوع البيجمنتيشن، وإن إحنا ممكن نعالج بيه في الفيتيليجو وما إلى هكذا. وفعلا هو من الحاجات برضو الواعدة في هذا الأمر، لكنه هو حلو في الهير. وإحنا عملنا دراسة في الأزهر، أنا كنت مشرف عليها، استخدام البيماتو بروست في الألوبيشيا إرياتا عن طريق الفراكشنال ليزر، وان الفراكشنال ليزر يقدر يعمل زي ترانس ابيديرمال ديليفري سيستم للتوبيكال ابلايد بيماتو بروست. دي فكرة البحث وعملناها، ولقينا فعلا ان البيماتو بروست بيجيب نتائج جيدة بالمقارنة مع الفراكشنال ليزر لوحده، لانه حددناه كعامل ثابت هنا وهنا. والبيبر دي في طورها للنشر الدولي ان شاء الله، وهنبقى نحطها لكم على الجروب بإذن الرحمن. لكن الرسالة خلصت وأثبتت إن البيماتو بروست فعلا بيجيب نتائج في الألوبيشيا إرياتا. كان في كمان بيبر أمريكاني بس كانت كيس ريبورت، وتعاملت على حالتين أو ثلاثة، مانيش فاكر، عدد محدود جدا من الحالات of female pattern hair loss، واستخدموا فيها التوبيكال بروستاجلاندينز وجابت نتائج حلوة. بس الأبحاث دي بتتمسح كده، ما تفهمش ليه. هل في شركات كمان البروستاجلاندين، شركة من الشركات الكبرى مش هقدر أقول اسمها،
الشركات الضخمة جدا، كانوا خدوه واشتغلوا عليه ودخل فيس 2 في الفيميل باترنوس، وبعدين الريسيرش وقف برضه ما تفهمش ليه. هل تكلفة تصنيعه، هل هيشوفوا انه ده مش هيربحهم، مش هيك، الله اعلم. احنا كمان بنعاني عشان نجيب البيماتوبروست في قطرة، لكن اعتقد ده نيو كامر اللي هيتم استخدامه السنوات القادمة يعني، وهو البلاك هورس من وجهة نظر. لكن في حاجة كمان كتر عليها الكلام قوي الفترة اللي فاتت، ألا وهي الكافيين. وأنا راجل أقدر، أنا أحب الكافيين جدا يعني، يومي لازم يبتدي بكافيين في الحقيقة. هذه الحبة العجيبة تعرفين اكتشفوها إزاي الكافيين دي والقهوة دي اكتشفوها إزاي؟ ما اكتشفوها في اليمن، اليمن السعيد يعني، اليمن بلاد الحضارة. على علم يعني إن كان رعاة الأغنام، الغنمة تاكل من الشجرة القهوة، ما تنامش طول الليل وتقعد صحي. فالكافيين بدأوا ينتبهوا لي من زمان إنه دي حاجة منبهة، مادة منبهة، وممكن يستخدموها، كانوا بيستخدموها في الحروب كمان علشان تساعدهم. بعدين الأتراك أخذوا الموضوع وأبدعوا فيه، قهوة التركي. الجماعة الأوروبيين برضو بقوا يشربوا القهوة مركزة جدا اللي هو الإسبريسو، القهوة المضغوطة. بعدين جم الجماعة الأمريكان أما في الحرب العالمية الثانية دخلوا أوروبا، كانوا بيشربوا القهوة مخففة جدا يعني، مش مضغوطة زي الطليان والفرنسويين في كوباية صغننة كده هو، وكمية من القهوة مضغوطة مع بخار ساخن. قال لك لا، ده احنا الأمريكان كوفي، والقهوة الأمريكاني اللي هي مية مغلية على شوية قهوة تعمل بتاع كبيرة وتقعد تقربع طول اليوم. فدي ملخص عن أنواع القهوة لعشاق القهوة يعني، قهوة التركية إسبريسو، والقهوة الأمريكاني أو الأمريكان كوفي. الكافيين سر الفارما بتاعته إن هو فوسفو دايستريز إنهيبيتور ونون سبيسيفيك. والفوسفو دايستريز إنهيبيتور ده له ميكانيزم واحد معروف وثابت، انه بينهبت الفوسفودايستريز انزيم فيزود السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي، فيعمل التريشن في مستويات الكالسيوم ما بين الانترا سيلولر والاكسترا سيلولر، فيعمل الفازو دايلاتيشن، المسل سموث مسل كونتراكشن، وما يعقبه من فازو دايلاتيشن او وما الى خلافه. دي الفكره العامه بتاعت الفوسفودايستريز، ودي مهمه لينا مش كجلد، مهمه لينا كتناسليه، عشان احنا كمان كميلز يعني بنعالج حالات اريكتايل ديسفانكشن حضرتك، وبنستعين بالفوسفودايستريز. ومن هنا السؤال، احنا عندنا كام نوع من الفوسفودايستريز في الجسم؟ عندنا 5. المهم فيهم في دراستك في الجلديه والتناسليه هما ايه؟ حد يقول الفوسفودايستريز 5 انهيبيتورز اللي هي الفياجرا او السيلدينافيل، وده مهم، ده براءة اختراع دي وحاجه غيرت مسار الطب مش بس في الاندرولوجي، ده كمان في الدرماتولوجي. وايه تاني؟ فوسفودايستريز تايب كام كمان مهم؟ 4. وبنستخدمه في ايه الفوسفودايستريز تايب 4 انهيبيتور اللي هو اسمه ايه اصلا؟ الابريليماست. والابريليماست ده مهم في ايه؟ في السورايسز، صح؟ وده من ضمن الأدوية الجديدة بتاعت السورايسز الأبريليماست، وده فوسفو دايستريز تايب 4 انهيبيتور. وفي نان سبيسيفيك زي اللي هو البنتوكسيفيلين، وده مهم في ايه؟ في حالات كتيرة جدا، من ضمنها من استخدامه حتى في الاندرولوجي كمان، ومهم جدا في الجلدية في الحالات الفاسكولار ديس اوردرز. وفي القهوة كافيين. فالكافيين من الحاجات الواعدة وفعلا إفكتيف. احنا في براندات، مش هقول براندات بالاسم، كان فيها كافيين واختفت من الماركت وكنا بنستعين بيها وكانت بتجيب نتائج حلوة. في الحقيقة تعمل دراسات على التوبيكال كافيينز وقالوا انه شغال، بس دايما الدراسات دي بتبقى الليفل اوف ايفيدنس بتاعها مش عالي قوي. من ضمنها البيبر دي، الناس هنا بتقول لك ايه ده، از افكتيف از مينوكسيديل 5%.
يعني الناس دي طموحة قوي ماشي، يعني عاوز يقول لك ان هو زي المينوكسيديل، ودي بيبر مش قديمة قوي ده 2017، لكن شاهد من الموضوع ان هو فعلا افكتيف. احنا محتاجين دراسات اكتر عن موضوع الكافيين. طب ليه؟ السؤال هنا هبة هاشم بتقول لك ينفع في الحمل والرضاعة؟ ده سؤال صعب اجابتك عليه بدون دراسة. طالما ما عنديش دراسة تبين السيفتي ما نقدرش نجاوب، بس انا اقدر اخد من الشواهد اللي اجاوبك بيه. الكافيين كبرودكت ما بيعديش البلاسينتا اصلا، يعني هو از برودكت ما بيعديش البلاسينتا، فبالتالي ثيوريتيكالي هو ما فيش منه قلق. طيب كمان اضف الى معلومات الرويال كوليدج اوف فيزيشنز اللي انا بنتمي ليها البريطانيه اللي انا درست فيها، رويال كوليدج دي الناس دي يعني سوفيستيكيتد لدرجه احيانا بتخنق في الحقيقه، ان هم بيعملوا لكل حاجه مقدار ومعيار مسموح به الا وهو الديلي الاونس، حتى عفوا في المشاريب الكحوليه عندهم يقول لك انت تاخد يونت، لا 2 يونتس بير ويك، ده يضر القلب لا ما يضرش، وحاطين ريجوليشنز على الموضوع. ومن ضمن الحاجات دي الكوفي، القهوه. احنا الديلي الاونس بتاعنا في الحوامل قال لك قد ايه؟ قال لك 200 ملي جرام بير داي كوفي، ده ات سيف لواحده بريجننت. وقياسا عليه بقى عشان انا راجل ازهري، انت ما تيجي تقيس 200 ملي جرام مهما هتيجي تحط توبيكال فورمولا از شامبو ولا از سوليوشن اور وات ايفر في الكافيين، انت اعتقد صعب ان انت تعدي الليفل بتاع ال 200 ملي جرام بير داي از سيستميك انجيشن، مظبوط. فبالتالي يبقى التوبيكال ابلكيشن هنا واضح من كلامي انه الى حد ما سيف في البريجننسي، لان الكافيين از مولكيول ما بيعديش البلاسينتا، وفي نفس الوقت احنا ما عندنا ديلي الاونس للست الحامل انها تشرب قهوه. فبالتالي وقلنا ان رويال كوليدج حددته على ما اذكر ان لم تخن الذاكره ب 200 ملي جرام بير داي في اليوم، تمام. الكافيين سوليوشنز اللي موجوده في الماركت بتختلف نسبها، البيبر دي كانت شغاله على ال 0.2%، والابلكيشنز بتاعته 2 ام ال زي المينوكس ديل كده 1 ام ال صباحا و 1 ام ال مساء. الناس اللي بتسال المينوكس ديل في الحمل يقف؟ طبعا احنا ما بنستخدمش المينوكس ديل للحامل خالص لان ما عنديش دراسات سيفتي عليه، وان كان في بيبرز بتتكلم على ان في حالات استخدمته وجابوا اطفال هيلثي ككيس ريبورتس، لكن انا ما عنديش دراسه. ودايما محدوديه الدراسات هنا علشان الايثيكال كونفليكت ده في الحمل، فانا ما بستخدمش مينوكسيديل في الحمل. ولان حاله الحمل اصلا كهرمونال يعني سيتويشن، وحته الاستروجين بتحسن من حالات الهير جدا، كل الحوامل تقريبا او معظمهم بيتحسنوا جدا جدا اثناء حملهم، وبالتالي احنا خلاص يبقى ما فيش داعي للمينوكس دي. لكن الكافيين احنا ممكن نستخدمه زي ما شرحت لحضراتكم. الرضاعه هو على هيل كلاسيفيكيشن هو L2 ان لم تخن الذاكره اللي هو المينوكس ديل، يعني انه سيف، فبالتالي مع الرضاعه نقدر نستخدمه. وان كان دي ماتر اوف ديبيت، في بعض الاوثرز بيحطوه في L3 ويقول لك لا ده هو L3، وفي حالات ريبورتد من الهايبرترايكوزس في النيو بورن او البيبيز، وبالتالي هم ما بيرجحوش استخدامه. انا شخصيا ما بحبش المينوكس ديل في الحق في الرضاعه برضه، لسبب ان المينوكس ديل له الاكيوت تيلوجين ريليز سندروم، وده طبيعه عمله، هي مش سندروم يعني بتحصل مع ناس وناس، لا هو طبيعه عمله كده، بيعمل اكيوت تيلوجين شيدنج اللي هو كده كده هيحصل مع اللاكتيتنج ماذر، فبالتالي ممكن يكزازربيت التيلوجين افلوفيوم الفسيولوجيكال اللي بيحصل ده، ويدخل المريضه في هورور وبانيك اتاك. فانا ما بحبش المينوكس ديل في اللاكتيشن، لكن اكوردنج للايفيدنس اللي معانا ان هو على هيل كلاسيفيكيشن L2، وفي بعض الاوثرز بيخلوه L3، وبالتالي يعني استخدامه ما تستخدموش يعني فيها كلام، لكن في الحمل الافضل لا.
أنا خلصت وآسف إن يمكن أداء النهاردة مش حلو، أنا في قمة الإجهاد ولسه راجع من سفر فجر اليوم، لسه واصل القاهرة فجر اليوم، وسفر كان طويل ومهلك، وبس أنا قلت لأ أنا لازم أشرح حاجة النهاردة، مش هينفع ما نعديها كده من غير شرح. فقلنا نشرح حاجة ثيرابيوتيك لأنه من زمان ما شرحناش حاجة ثيرابيوتيك. استخدموا الوسائل اللي أنا شرحتها النهاردة، حاولوا تعملوا التركيبات البسيطة دي في حالات الريسيستنت اللي بالشعريات، هتفرق معاكم كتير. ما تنسوش البيماتو بروست إنه نيو كامر وحاولوا تستخدموه، ممكن تستخدموا السي او 2 ليزر معاه، ودي جول دي خلاصة دراسة أنا عملتها في الأزهر، ودي كانت نتائجها وأنا بعرضها لحضراتكم النهاردة حتى قبل النشر، وهي في النشر يعني إن شاء الله. كل سنة هم طيبين إن شاء الله. إحنا الأسبوع الجاي درماتوباثولوجي بإذن الرحمن. الناس اللي بتسألني، عشان ناس كتير كتير سألوني على الكورس بتاع ديرما بلانت ويا دكتور نعمل إيه والوضع إيه، وهنا الإجابة. بصوا يا جماعة، أنتوا عارفين إن إحنا كل شيء بنعمله مجاني في جمعية ديرما بلانت، وبنحب نعمله مجاني، وإحنا بنحب إن إحنا نعمل ده ولا نتفضل على أحد في هذا الأمر، بالعكس هي زكاة العلم تعليمه، وإحنا مؤمنين بده وعندنا الإيمان بده، عشان إن هو زي ما أنا تعلمت على إيد أساتذتي أدينا بنعلم، وأنا بتعلم من حضراتكم وأنتوا بتعلموا مني وهكذا. لكن للأسف الأنماط المجانية تماما لا تحترم في عالمنا العربي للأسف. وده أنا اختبرته في موقف واثنين وثلاثة، لأن أنا راجل ما نظمتش مؤتمر ولا اتنين، ده أنا نظمت يعني نقول مؤتمرات كتيرة جدا، يعني عدت صوابع إيدي الاتنين دلوقتي كنسخ وكمؤتمرات علمية. فدايما لما الشيء بيبقى مجانا ومفتوح بيفقد بريقه، وناس كتير بتتزاحم لحجزه، وفي الآخر المحصلة الثلاث أرباع الناس اللي حجزت ما بتجيش. فبالتالي لا، احنا عاملينه بفيز، علشان مش علشان حاجة، الفيز دي هتبقى تنمية موارد للجمعية. ثانيا اللي هيحجز هيجي. ثالثا يعني هنشوف وهنحاول إن شاء الله نعمل برضو بعض المنح العلمية لمنتسبي الجمعية، فيعني الناس اللي ما سجلتش في الجمعية وما طلعوش الكرنيهات حتى الآن، لا أنتوا غلطانين، لازم تطلعوا الكرنيهات. أنا مش هقدر أعمله أونلاين في النسخة دي، ده أبلايد درماتولوجي، كل كلمة هتتقال لها تأثير على روشتتك وعلى عيادتك وعلى شغلك. حتة الأونلاين حسه مش هينقله قوي، مش هينقل الانتراكشن قوي. يمكن النسخ الجاية إن شاء الله نحاول نعمله أونلاين، لكن النسخة دي لأ، هتبقى فيزيكال فقط في معهد التدريب للأطباء في القاهرة على مدار 4 أيام، وعلى مدار 6، لا يا ربي لم تخني الذاكرة، إحنا 4 أيام، على مدار 42 ساعة تدريسية، وده حاجة يعني ده كم دسم جدا. 42 ساعة تدريسية هيشمل الدرماتولوجي كلها، وقياسا على الكورسز، انه it's not a conference it's course، زي الكورسات اللي انا شخصيا حضرتها في الجمعية البريطانية اللي هي الكلية الملكية عفوا، وفي الجمعية الامريكية بنحضر كورسات انترناشونال معروف، معك فنجان القهوة ولا مج القهوة وقاعد من 8 صباحا، وكان احيانا من 7 صباحا. انا حضرت كورسات في الامريكان اكاديمي 7 الصبح، كنا بنبتدي 7 اي ام لحد 6 بي ام، يعني ما يقرب من 11 ساعة في طبق معين مكثف كنا بنعمل فيه كده، وده الخواجات بيعملوا كده. فهو الكورس هيبقى على هذا النسق في الابلايد درماتولوجي، وفي كورس تاني هيبقى في الاوفيس بروسيدرز، وفي كورس تالت ان شاء الله هيبقى في الاستاتيك ميديسن، وبالتالي يبقى احنا قفلنا الموضوع. طبعا ده خلاف الاندرولوجي لمن يهتم. فبالتالي هيبقى ابلايد درماتولوجي، ده اللي احنا بصدد تنفيذه في اكتوبر ان شاء الله، وهيبقى في اوفيس بروسيدرز، هقول لكم على ميعاده ان شاء الله لما نستقر على ميعاده كجمعيه كبورد،
وهيبقى في استاتيك كورس برضو لما نستقر على موعده. لكن الموديولز اتعملت، المنهجية خلصت، الاعتمادية كمان خلصت، كل شيء جاهز، بس احنا بنطبق الأمور واحدة واحدة وعلشان نطلع بأقصى استفادة لكل الناس. الكارنيه بيطلع انك بتتصل باللجنة المنظمة او الشركة المنظمة وبتطلب الاشتراك في الجمعية وبتعمل لك كارنيه. انا شخصيا معايا الكارنيه بتاعي شايله، يعني شايله في محفظتي. لحظة كده، يعني أنا قمت جبت المحفظة، الكارنيه أنا حطه في الجمعية أهو. الكارنيه ده اللي هو إحنا بنحاول نعمل زي داتابيز للكوميونيتي بتاعة الدرماتولوجي في مصر والعالم العربي عشان يستفيدوا من كل الأنشطة العلمية لاحقاً، مش بس الكونفرنس اللي بيحصل on by annual mode إن شاء الله ابتداء من 2022 سواء القاهرة ولا الأقصر. دعواتكم، إحنا يعني بنحاول نجتهد في هذا الأمر. إن شاء الله يكون كورس قيم وجميل. ألقاكم الاثنين القادم على كل خير إن شاء الله. دمتم بصحة، واعذروني على التأخير في الرد على التليجرام. أشوفكم على خير إن شاء الله الاثنين اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.